القصيدة اللي قالها ابن جذلان، يعني بسمعكم أبيات منهم. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 وانا ليوم النظامي محتم محكم كتاب الله يوار ردني على عد الروا خلوني يسمع ما تيسر من مزامير البخيتة وانطاب راسي قمت راسي لا عماس ولا خوا وانطاب راسي قمت راسي لا عماس ولا غوى يا ذا الجلال النافع الرزاق عبدك حيث جيت يا المقتدر مجري السحاب الغر وانسام الهوى البسيط القدوس لا خر مالك الملك المقيت المانع البر الكريم اللي على العرش استوى البصد القدوس لا خرم مالك الملك المقيت المانع البر الكريم اللي على العرش استوى أنت الحسيب المنتقل وأنت المعين اللي دعيت يا مطلع بأحوال موسى في طرق وادي طوى يا مطلع بأحوال موسى في طرق وادي طوى وانت اللطيف اللي تحت لطفك بقيت ولا شقيت ما بين مستنقع هوى النفس سار باريت الغوى وانت وانت المؤخر والمقدم جمع اطراف الشتيتة القابض العدل الحكم رب الجنان وما حوى يا ربنا جيتك ندم جيتك ولا ادري كيف جيت محتار مستسلم كفي فكر من هوك القوى يا الله يا خالق ويا محيي العظام ويا مميت يا الواحد الفرد المهيمن لا اله الا هو اللي صدر واللي ورد واللي سرح واللي ضوى وانك تذكرني بما يخفى علي يا نسيت وانك تشاف العلة اللي ما لقيت الهادوى وانك توفقني وتجعلني مع الابرار حيت حيت يعديني سمط طال رفيع المستوى وانك توفقني طمانينه وتجعلني مبيتا يرتاح من راحة ضميري فوق خط الاستواء وانك تلقيني صباح الخير لا مني صحيت انك تصادفني دروب بالرزق شكل ومحتوى والشكر لك والحمد لك قبل الرضا واليا رضيت يا فالق الأصباح يا فالق من الحب النوى يا فالق الأصباح يا فالق من الحب النوى سبحانه رحمه الله سبحانه الله يرحمه الله يرحمه ابن جذلان اشتهر في بداية قصائده دائما بالثناء على الله سبحانه وتعالى ما شاء الله في أكثر من قصيدة وفي أكثر من موضع لابن جذلان يقول الله يلي علي الله يلي تحت هيبة سلطنتك أسلمت لك المسلم يسبح لك بحمدك ولك الإسلامي يعني شوف تسبيح